السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا محمية الحج الطيب ابو حيدر في بغداد، منطقة الزعفرانية بين السدتين قرب جامع المصطفى. السلام عليكم عم ابو حيدر، شلونك يا طيب؟ طبعا تعبناك يا غالي. رحمة على والديك. شلون صح عم ابو حيدر؟ شلون الاخبار؟ الحمد لله الحمد لله. المشتركين اذا عندهم استفسار شيء سؤال جواب يخابروك. اي نعم، اي باي وقت انا حاضر. رحمة على والديك. وهوايد يتصلون، هواي والله يتصلون بيه. تحياتنا للجميع. امين. ايضا اوجههم وانطيهم الطريق الصحيح. جزاك الله خير. اعود واكرر، رافع مناعه. نعم. ما يفيدك غير رافع مناعه على طول. بالجو الحار والبارد. اي نعم. صغار وكبار. احسنت يا طيب. سيسي بلتر. وراح نشوفكم اياه ان شاء الله رافع المناعه. حبيبي حج ابو حيدر. الدجاج هنا الميات كلها للعرض فقط؟ اي عرض للعرض فقط. بس ان شوفكم اياهن هذن الميات المنتجات اخواننا الاعزاء للعرض فقط. هنا ديك دجاجه ابو رقيبه مودلي. افراخ شافوهن. نعم نعم. ديك دجاجه ابو رقيبه هنا، ودجاجه فيوميه عربيه ورد الباقله كلش حلوه. هذن للعرض فقط. وهنا عنده هراتيات، هذني هراتيات ايضا للعرض فقط. الله للعرض فقط ذني. ثلاث دجاجات وديج هراتيات. يمكن بيضة دير بالك ابو غيث، ترى هذا يلا متعلم ادري بيه. تريد بيض هاي؟ تريد بيض حجي؟ اي لا لا، هاي كركة كركة هسه هاي من الصبح لي هسه هي نايم. اذا مو من البارحة. هذا النيل العرض فقط اخواننا الاعزاء. الماني. الديش الماني. والدجاجات تركي مو؟ تركي. الدجاجات تركي والديش الماني. ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربي يبارك بحلالك. هني براهمة، براهمة لاي الدكتورة، وبيهن وحدة باف، براهمة باف، مبيضات، دجاجات بياضات، عيني بخصوص البيض عم ابو حيدر. اذا عندك وجبات مثلا تريد تبيع يتصلون عليك ايضا، انصحهم قلهم عندي هذا البيض، هاي النوعية هاي النوعية. موجود بس حجز. حجز يعني قبل فترة لازم يخابرك وانت تصل بيا. نعم. يومين ثلاثة اربع اسبوع حسب نوعية البيض اللي يريد. نعم. لا 10 ايام يخرب البيض. نعم لان الجو حار هسه. اي اكثر شيء اكثر شيء اسبوع مو؟ اسبوع. اكثر شيء اسبوع. نعم. انا ما اخلي بيض، ما اخلي بيض اترك على الصفحة، لا كله حار بحار جديد. حار بحار جديد حتى ما يسبب لي اشكال او ذمه. هاي هم ذمه. اسال الله ان يحفظك عم ابو حيدر. ذمه لمن دا اخذها دا اخذها بفلوس خذ مو ببلاش. لو بالشتاء ما عليها شيء حجي، لو بالشتاء ما عليها شيء. اسبوعين اكثر من اسبوعين. والله حتى شهر همين ما عليها شيء اذا بالشتاء اذا مكان زين. بس هسه يعني مو اكثر من اسبوع. الجو حار. يعني هم مجربهن، هم مجربهن. وان شاء الله اذا خلانا رب العالمين طيبين بتموز واب نهائيا ماكو تكريك. لا انا بالنسبه هي. لي هاي الوجبه الاخيره بعد هاي هي. نعم تموز واب نهائيا ماكو تكريك، بعد يبقى على شهر التاسع على العاشر. عيني ذن المخاليف. اي ما افراخ اديش المره شفناهن ذن المخاليف. افراخ هذا الالماني الديج. نعم التركيات. ابنه ما شاء الله نسخه من عنده. ابنه هذا البجر مالتهم. نعم. ابنه ما شاء الله نسخه من عنده. وذني الدجاجات هم بناتهم. اي بناتهم. اي نعم بناتهم. للعرض فقط ذني. إيه. هذني للعرض فقط اخواننا الاعزاء. ذني الاميات اللي يطلع من عندهم بيض يخليه بالفقاسه مالاته مستعز بيهن. نسال الله ان يبارك لك عم ابو حيدر يا طيب. الله هذا ديك براهمه شوكي. إيه. ايضا للعرض فقط. قلنا لك جيب له دجاجات سود، دجاجات سود حلوات بلاك يرهمن وياه. انزل وما صار عندي مجال. نعم. جيب له دجاجات سود ان شاء الله
حلوات على مود يصيرن فالدجاجتين ايه. على مود هم تطلع من عنده وجبة. احنا نتمنى لك التوفيق. ذني عربيات هاي دجاجة نايمة تريد تبيض تبيض. هاي كاركة حج ابو حيدر كاركة هاي كرك. هاي ما تبيع هالكرك يدورون كرك. لا 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 للعرض فقط. لا لا لا. ويا هذا الديش خطية اي اي ما عنده اي ديش ودجاجة كبار للبيع كلهن للعرض فقط. ما عندي لا ربي رزقك يا غالي. واللي يريد بيض يريد فراخ استفسار حجز على رقم التليفون. رقم التليفون موجود ببداية الفيديو وموجود بالوصف. واللي ما يشوف من يعني بخدمته همي نخلي طبلي بالتعليقات وانا همي انسخ له الرقم ودزليه. وبخدمتك عم ابو حيدر يا طيب عيوني لك. احنا تعبناك طبعا. هذن ايضا للعرض فقط دجاجات عربيات بياضات وديتش مضرب بهاراتي وياهن كلش حلو. هاي الدجاجات مبيضات مثل ما تشاهدون. هاي البيضة مالتهن تفضل حجي يزيد ويبارك الحلال ان شاء الله. حجي عيني حجي هذا اللي ديك الابيض شنو؟ هذا الدجاج يمكن هم تبيض. نعم مالته هم بيضه يمكن تبيض او اي نايمه نايمه تريد تبيض. دجاجه عربيه بيضه وياها ديك ابيض عربي. هذني عربيات بيض ديك ودجاجه. وهذني البولونيات ديك ودجاجه. هذني البولونيات اخواننا الاعزاء. هذا الحلال كله للعرض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوان. نرحب بكم بقناه محمد تي في محمد الزبيدي محميه السيد ابو حيدر عبد الرزاق الموسوي الكرادي. اخوان هاي الفقاسة عمل اني سويتها بالاشتراك مع نسيبي كهربائي. عدة مرات التفقيس مالتها مو ذيك النسبة لان كنت اخلي بيهن هاي القلابات الصينية. هاي القلابات الصينية ما نطتني نتيجة. وكذلك القلابات الرولات هذه بهاي الفقاسه. بهاي الفقاسه حولتها بهاي. هسه راح نشوفهم اياها هاي ان شاء الله. احسن ما نجحت. نعم اللي نجح النصيحه مال ابو زيد القريشي وهو التقليب اليدوي. يعني تخليهن بسله البيض مجموعه بيض وتقلبهن الصبح وبالليل واذا تقدر الظهر ايضا يعني ثلاث مرات من مرتين الى ثلاث مرات صبح وظهر وبالليل. وبالليل هذا التقليب اليدوي نجحت عندي 100%. ما شاء الله لا قوة الا بالله. تشوفون الفيديو هذا راح نفتح للفقاسة ونشوف التفقيس مالتها. ما شاء الله لا قوة الا بالله. محمد اللهم زد وبارك. يزيد يبارك ان شاء الله. باعوا هذا هو التقليب اليدوي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. البيض هذا اخواننا الاعزاء هاي الكشور مالته جاي يوخرهن. هاي الافراخ بعدها بيهن مي بعد انها استوهن طالعات من البيضه. افراخ جديدات التفقيس. نعمة خير من الله. يزيدك ان شاء الله عم ابو حيدر. نعمة من الله. هاي كلهن عربيات ذني عرب وهراتي وبولوني وابراهما. نعم عدة نوعيات. ايه اربع خمس نوعيات يعني الدجاج العربي والهراتي والبولوني العربي ابو رقيبة والعربي العادي. بعدين ما شاء الله اكو بهن منقرات. نعم شوفنا بيض منقر. احسنت هذا يريد يفلش البيضه يريد يطلع ان شاء الله يريد يطلع يسمع الصوت مال
اخوان. باذن الله باذن الله. احسنت عم ابو حيدر. يعني بعد بي بعد خير النجاح مولي. حاليا هسه تجاوز 90%؟ تجاوز نعم تجاوز. تجاوز هذا التقليب اليدوي. نعم. هاي السله انا سويتها خشبات من البيت. نعم. وهذا السيم متره مالته بألف ونص ومشبك من هذا. هذا المشبك. خليته لي جوا. يعني هذا مو المتانه مالته مو هالقد. نعم. بسم الله. هاي هناك كلها رايحات بالزاويه ترى. اي جو جو جو. الله يحفظك عمو حيدر. ربي يزيد ويبارك. شوف شوف الرزق مال الله. يزيد ويبارك ان شاء الله. خير خير. شوف 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 خير خير يا ابو غيث. شوف ما شاء الله لا قوه الا بالله. هاي هسه توهم نقره شاهدوا. شوف شوف حتى لوهمان هم مخلي لوهمان. اي لوهمان بس التلقيح مالته مو شيء لان اول مره. نعم. والفحل هو الامن اول مره. شوف هذا هسه انا طلعته من البيضه. احسنت. هذا شوفه بعد مي. هذا بعد مي. شوفوا هذا رزق ربك الحمد لله على نعمته. حجي ملاحظه بسيطه مرات افراخ تحتاج ان نساعدها شباب. تحتاج نساعدها شويه نكسر لها البيضه على مود تقدر تدفع نفسها. بس ما افلش البيضه اني واطلعها دم شويه. لا اكسر لا لها يموت اكسر يموت لها البيضه لين على مود ينشف. هو من ينشف يعني شويه يصير يبقى بس الريش ما ترطب يقدر يقوى ويدفع نفسه. شوفوا هذا طاعوا هذا التقلي نتيجه التقليب اليدوي. والله يحفظك ابو زيد القريشي. ادعي لك ادعي لك بالصحه والعافيه ابو زيد القريشي. هاي هي توجيهاته. نعم. وزيد القريشي عنده همين زيد القريشي عند. نعم هو صاحب خبره وعنده. نعم الكارت مالته موجود زيد القريشي. هذا هنا هنا. نعم الكارت موجود على مو اي الفقاته مالته. اي هسه نروح عليه ان شاء الله. هو يسوي فقاسات تجميع. اي اي نعم زين. عم ابو حيدر هذا شنو قلت لي؟ هذا الصيني. هذا الصيني ما نجح. قلاب الكتروني. المفقشة الصينية. نعم. ولا بهاي. ولا بهاي الشغل يدوي. هاي عراقي اخواننا الاعزاء عبارة عن مجمدة قلنا لكم قبل. مجمدة ومحولها فقاسة. مجمدة ثلاجة قديمة تقدر تسويها اخواننا الاعزاء. وين الرول اللي قلت لنا عليه الرول؟ هاي هنا مخلي بيض اصلا ان شاء الله. هنا ان شاء الله ان شاء الله بيض هنا مخلي. هاي بالنسبه للرولات ويا هاي الفقاسه هم ناجح 100%. هاي تقدر تنسحب نشوفهم. نعم نعم, نعم نعم نعم. شاهد الرول اخواننا الاعزاء هم تقليب يدوي هاي؟ لا هاي هو اوتوماتيك روله هي تفتر. اي كل 20 ثانيه يمكن حوالي من ساعه ونص. هاي انت من شنو هراتي عربي؟ اي كاتب عليها بولوني ها هذني يعني. أي معروف. احسنت. اسال الله ان يزيد ويبارك. العمل مال ابو زيد القريشي. زيد لو ابو زيد؟ ابو زيد القريشي. ابو زيد القريشي. ابو زيد القريشي. لعد شو على الكارت مكتوب زيد القريشي شنو السالفه؟ اي نعم باسم ابنه. ها باسم ابنه حياه الله. تحياتنا له ولابنه. وهسه راح نشوفكم الكارت مالت اخواننا الاعزاء على مود اللي يحب يريد فقاسه شيء. الولد هم على باب الله. اي استفسار اي سؤال يتصل بي بالنسبه للفقاسات. شي يقول له من طرف منو؟ من طرف محمد تي في بعد ما يحتاج. لا والحج الطيب ابو حيدر. الحج الطيب ابو حيدر هذا هو رقم التليفون مالته. هذا رقم التليفون والحساب مالته مال الفيسبوك. يعني ما عنده رصيد عادي اكو عالم مو ما بيها عيب. ما عنده رصيد يراسله على الفيسبوك يراسله على الخاص يقول له من طرف محمد تي في اللي صور يم الحج الطيب ابو حيدر. هذه شو اسمه 60 بيضه. الشيل 60 بيضه. 60 بيضه. نعم. والرولات بالنسبه لهاي الفقاسه ناجحه 100% ايضا. نعم. هذه ما حركة تحرك يدوي ولو انا هم مسوي لها سله. هذه مالتها. هاي السله هم مجهزها. اي هسه انت هاي اول مره راح تستخدم الرولات؟ اول مره؟ لا هاي يمكن مستخدم قبل. شنو النسبه اللي طلعت عندك؟ جيده. يعني جيدة. عبرت ال 80%؟ ان شاء الله. الحمد لله. ان شاء الله. يعني 80% جيد جدا. نعم. اي لين احسنت 90%. ايه. ممتاز 100%. ايه. مو صحيح؟ جيد يعني 70. جيد يعني 70. تعبر ال 80. الحمد لله يعني احسنت خلينا نقول من احسنت الى جيد جدا. تعبر. احسنت يا طيب. حياهم الله وذول الابطال.
هذول الابطال حبايب قلبي. شلونكم عمو؟ شلون هالقناة محمد تي في؟ هاي الحبيبة الأليفة، القطة الجميلة، هاي تلعب ويا الكتاكيت الخاصة بالحاج أبو حيدر، تلعب ويا الكتاكيت هذه ما تأكل ولا واحد، تلعب أليفة ويا. أليفة هاي كلش حلوة، ملاية كلش حلوة، اللي يشوفها سبحان الله يقول هاي مال شارع، بس هي ملاية، هاي استيراد، عندنا مستوردة. عندنا أفراخ هنا عم أبو حيدر، هاي هنا أفراخ، هاي ايش قد أعمارهن هنا؟ أذني صار عمرهن عشر أيام. العمر عشر أيام، هم خبط بولوني هراتي. هراتي وعربي. نعم. صرفة نطيتني إياه. كامل اللقاحات؟ لا بعد. صرفة وأنطيهن ورا الصرفة الرافع مناعة. نعم. وانطيتهم نيوكاسل رقم واحد. نيوكاسل رقم واحد. هراتي وعربي ابو رقيبه وعربي عادي وبولوني وبيهن ابراهمه همين بيهن ابراهمه لاي الدكتوره. ابراهمه. الامايات فوق للعرض فقط هم راح نشوفكم اياهن. عين هنا شلون سعر الزوج؟ الهراتي بيش العربي بيش؟ والله ابو غيث قلت ما انطي اسعار بعد. يعني السعر على الخاص؟ اي مو لا هو مني خابر. لان نعم. اول او تاليها ما يبقى ليش انت عب نفسك؟ لا ما يبقى على السعر مالته. هيك ابو غيث ما يبقى على السعر مالته. نعم. نهائي. يا بذني سعرهن على الخاص. الاتصال على رقم التليفون. رقم التليفون راح اخلي لكم اياه بالوجه وايضا موجود بالوصف. وبخدمتك عم ابو حيدر. أفراخ بصحة ممتازة فوق الممتازة، لأن عمرهن 10 أيام. العمر 10 أيام، يعني هي وجبة كاملة هي طالعة. هاي إخواننا الأعزاء، هاي أيضا تحريك يدوي. تحريك يدوي رافع مناعة. رافع مناعة هذا كل حتى الدجاج من مرة إلى مرتين بالأسبوع. هذني 4 أسابيع عمرهن، دخلن بالاسبوع الرابع. هذني كلهن محجوزات. محجوزات ذني تم الحجز، يعني مباعن اخواننا الاعزاء. معطينا عليهن مقدمه البولوني والهراتي والابراهمه والعربي. شايف الف خير. شايف الف خير عم ابو حيدر. صحه فوق الممتازه ما شاء الله. هذني تم البيع. الأميات مشوفيكم إياهن قبل العرض فقط، أيضا هسه هم راح نشوفكم إياهن. وأنصح الإخوان مربي الدواجن أن يستعمل رافع مناعة بالأسبوع مرة أو مرتين، كتاكيت أو كبار. كبار وكتاكيت مرة أو مرتين رافع مناعة بالأسبوع. بالأسبوع ينخبط بالمي هذا؟ أي سيسي واحد بلتر مي. سيسي بلتر مي رافع مناعة. عندك يعني الظرف مالته تشيس الاسم مالته. هذا اي والله بارك الله بك، نريد نفيد العالم لوجه الله. هذا اخواننا الاعزاء شاهدوا غوالي، شاهدوا غوالي. لا انا كنت سمي نعم سيسي بلتر مي رافع مناعة بلتر مال مي بعدة فيتامينات. وينتبهون على التاريخ، اهم شيء التاريخ. هسه هذا ال 24 هي راح تخلص هسه الحمد لله. هاي تكفي حوالي 3-4 اشهر خير من الله، يزيدك ان شاء الله. عم ابو حيدر يعني هاي جبت انا من السنه كبير. رافع مناعه شلون سعرها؟ 5000 بلاش بلاش بس رافع مناعه للكبار للصغار. اي جمله هي السنه الجمله هنا فرق 2000 يجوز ب 7000 ب 6000 تبقى على درجة واحدة الحرارة والرطوبة بالنسبة للبيض. لا تغيرها. نعم لا تغير درجة الحرارة أو الرطوبة. هاي شوفوا هذه ثابتة، أنا شفتوا للفيديو. نعم ثابتة، هاي ثابتة أخواننا الأعزاء شاهدوا ثابتة ما غيرها من البداية للنهاية.
لا ما يطلع ان شاء الله. ومخلي بيض ايضا ابوه. هنا جوا هم بيض عندك؟ اي هذا ما شاء الله. يختلف التاريخ مالته؟ اي هذا يوم 5/5. يعني هاي يوم الجمعة مخليه 5/5. شوف ما شاء الله. هذا البيض يوم 5/5 يوم الجمعة مخليه. مين؟ ربي يزيدك عم ابو حيدر. لا اصعد بالحرارة ولا انقص ولا الرطوبة. ثابتة. نعم. نصيحة من 50 بالنسبة للرطوبة من 50 إلى 60. نعم. جيدة جدا. هاي شفتوا التفقيس. هذا وين؟ شفتون التفقيس؟ 37.5 والرطوبة 51. أحسنت حج أبو حيدر على هاي المعلومات القيمة. هاي ناهسة حرارة والرطوبة. نعم. لو فتحنا الباب هسه. اي. شوف الناس قد 37 55 مخليها. نعم. لا هي 50 ولا هي 60. هاي من سديت الباب هسه راح ترجع تستقر هالقد. تصعد تستقر. توقف بعد. زين. فهاي نصيحة انه يقول لك قبل 3 ايام 4 ايام لازم تصعد وتنزل. لا. جربت كل شيء انا جربت. صار نعم. فترة طويلة. نعم. وعانيت ما عانيته. نعم. ابو زيد القريشي تفضل لله عز وجل. هو اللي عير لي اياها. نعم. وهو اللي وجهني حتى ما قال هذه تحتفظ بالحراره اكثر مما انا اللي اسويها. هذا ابو زيد النصيحه. ابو زيد حياه الله. زين حياه الله. الرجل يعني منصف بكلامه. ربي يحفظه. منصف كلش منصف. هذا رقم تليفونه للتذكير. هذا صاحب الفقاسات مسميه باسم ابنه. يسكن بمنطقة الأمين. مسميه باسم ابنه زيد القريشي. هو اسمه أبو زيد القريشي. هذا الحساب مالته مال فيسبوك. وهذا الرقم مال التليفون للتواصل. أنواع الفقاسات يسوي لكم العملاقة والفقاسات الصغيرة والكبيرة. آلاف يسوي. نعم إن شاء الله. آلاف. إن شاء الله عم أبو حيدر تحياتنا لك يا طيب. والله أنا ما أسوي له دعاية يا أبو غيث. نعم. بس أنا جربت. لا صارت له دعاية بعد بالقناة. زين. الله يحفظه إن شاء الله. الله يرزقه. حياه الله. أنا جربت لقيته صادق صدوق. نعم إحنا نريد أن ينفع الناس. إحنا نكيف للي ينفع الناس لأن هذا أجر. شو وقت بتتصل بي جاوبك. شكت بتتصل بي اي استفسار اي سؤال اي حاجة. ويبيع مواد مال فقاسات ايضا. نعم. ويبيع مواد مال فقاسات ويوجهك ينصحك يقول لك هاي هيك وهاي هيك. هاي تفيدك هاي ما تفيدك. احسنت وجزاك الله خير يا طيب. وسلامنا لكل المتابعين اللي بداخل العراق او خارج العراق. هواية ما جاي يخلون لايكات حج ابو حيدر. اي اعتيادي. وما جاي ما يشتركون. اي والله ما جاي يشتركون. نعم. انا والله اتصل ويا واحد من هولندا اظن. قال والله انا اتابعك على طول واتابع الاخ محمد تيفي. فامانه انه توصل سلامي له. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتنا له والجميع المتابعين. شكرا لك عم ابو حيدر. احنا تعبناه كلش تعبناه. بالعكس رحمه من الله ان شاء الله. اسال الله ان يحفظك. إن شاء الله. شكرا لك. الى هنا نصل الى نهايه الفيديو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك.